الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لديمومة خدمته ولتوفيق زيارته ولحظوة شفاعته يوم القيامة. حديثنا بالأمس أشرنا فيه إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعتبر تكامل المحتوى الداخلي للإنسان بحيث يتحول هذا الإنسان إلى أن يتحمل المسؤولية بدلاً من الجهات التي تأمر بعملية التحمل هذه. يعتبر هذا التكامل في الشخصية هو الأفق الذي يطمح إمامنا بأبي وأمي أن يصل إليه شيعته وأن يصل إليه أهل الانتظار. والكلام هنا تارة نسائل أنفسنا كيف يمكن تأمين هذا المحتوى، وأخرى لماذا يطلب مثل هذا المحتوى. بمعنى أننا راقبنا وشاهدنا أن الحسينيين يبذلون بدون أن يأمرهم أحد بالبذل، يجهدون أنفسهم من دون أي وصاية أو وصية بأن يجهدوا أنفسهم، يقدمون الغالي والنفيس في هذا المجال بطواعية كبيرة، مما يعلمنا بأن هؤلاء أوجبوا على أنفسهم دون الوجوب الشرعي، دون ما يوجد في كتب الفقه العملي، وإنما هم ألزموا أنفسهم بإلزامات، هذه الإلزامات اعتبروها واجبة، ولو قدر أنهم منعوا منها يعتبرون، أو أنهم لم يلتفتوا إليها يعتبرون أنفسهم أنهم قد أذنبوا ذنبا عظيما، رغم أنه في عالم الذنوب لا يوجد مثل هذا الشيء، ولكن لأن الأمر قد بلغ في محتواهم الداخلي من العظمة بمكان، بحيث أصبح التخلي عن هذا الأمر يمثل جريرة كبرى ويمثل معضلة كبيرة بالنسبة لأوضاعهم. هذا المحتوى كيف يتشكل؟ كيف يصل الإنسان إلى أن يكون لديه مثل هذا المحتوى؟ وأين نجد النواة التي يمكن من خلالها أن يشرع الإنسان بهذه الطريقة ويتجه بهذه الطريقة؟ لا شك ولا ريب أن البدايات قد تكون لا تؤدي إلى النتيجة بشكل مباشر وسريع، ولكن تراكم ما يبتنى على البدايات
يؤدي بالإنسان إلى أن يترقى في هذا المجال شيئا فشيئا، حتى يصل به الأمر إلى أن نجده كمسلم ابن عوسجة رحمة الله عليه، يوم أن وقف أمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقال له بأنه مستعد إلى أن يقتل ويحرق ويذرى ويفعل به ذلك 70 مرة ولا يتنازل عن أمر نصرة الحسين عليه السلام. وقد أشرت في وقتها إلى أن مسلما يكفيه أن يقتل مرة واحدة حتى يسجل من الطبقة العليا من أصحاب الحسين عليه السلام، لكن هذا التأكيد عنده على نكران الذات والفدائية من أجل الحسين صلوات الله وسلامه عليه والبذل بهذا الاتجاه يعبر عن أن محتواه الداخلي قد بلغ من العظمة بحيث أنكر ذاته تماما ولم يبقى وجود للذات. من يقدم على أن يستشهد لا شك ولا ريب أن ذاته محيت من نفسه وتحول إلى رجل مضحي من أجل عقيدته، من أجل قيمه، من أجل مبادئه. لو أننا رجعنا إلى سؤالنا، كيف يمكن إيجاد هذا المحتوى وبأي آلية يمكن لعملية الإيجاد هذه أن تتبلور؟ بطبيعة الحال تارة ننظر إلى آحاد الناس، أنظر إلى نفسي، أنظر إلى نفسك، أنظر إلى الأخ الآخر، الثالث، الرابع. قطعا هؤلاء يحتاجون في بناء المحتوى الذاتي أمرا يختلف عما يحتاجه المجتمع بعمومه. تارة التربية عامة، المنهج التربوي يطلق إلى عامة الناس، وأخرى المنهج التربوي يوجه إلى خواص الناس وإلى من أقبلوا بشكل مباشر على هذه العملية. لا شك أن المناهج التغييرية حينما تنظر إلى الأمر بشكله العام سترقب أن هذا المجتمع فيه من يريد عملية التكامل هذه، ولكن فيه الكثيرين ممن غفلوا عن هذا الأمر، ليس في بالهم ولا يهتمون به، ولو قد قيل لهم أنكم تحضرون في الموقع الفلاني في المكان الفلاني من أجل أن تتكاملوا ربما يرفضون، ربما لا يهتمون لطبيعة الأوضاع التي تختلف من مجتمع إلى آخر، ولكن شرائح المجتمع هي بحد ذاتها فيها من يستوعب، فيها من لا يستوعب، فيه من التقاطاته خفيفة، فيها من التقاطاته سريعة نباهة وحصافة وما إلى ذلك. لذلك حينما ننظر إلى المناهج التغييرية التي تريد من المجتمع بالنتيجة تريده أن يتكامل، علينا أن لا نحسب الحساب الذي نحسبه حينما يأتينا رجل كامل في عقله أو قد بلغ في عقله من الكمال ما من شأنه أن يكون مطواعاً، أن يكون مشتاقاً لكي يغير محتواه الداخلي. هنا الخطاب سيختلف عن الخطاب الأول لعموم الناس. تركيزي في هذا الحديث سيكون على المنهج التغييري العام. المنهج التغييري الخاص يمكن للإنسان أن يوجده من خلال فهمه للعملية العامة ويخصص ما شاء من الآليات التي يستطيع أن يفعلها بالشكل الذي يمكن له أن يربي نفسه ويعلم نفسه ويزكي نفسه وينمي أوضاعه. لكن على المستوى العام في واقع المجتمعات طالما أن التغيير الذي أراده الله سبحانه وتعالى هو التغيير لعموم الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، و
لا سيما أيضا أن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في تحقيق مشروعهم لا يلزمون أن الذين يدخلون في مشروعهم أن يتكاملوا دفعة واحدة أو أن يقبلوهم أن لا يقبلوهم إلا بعد أن يتكاملوا. الأئمة فتحوا أبوابهم وقالوا للجميع أقبلوا، سيان في ذلك من كان قد بلغ في عقله كمالا أو من لم يلتفت إلى هذا الأمر أصلا. دعوا الجميع إلى أن يجلسوا على سفرتهم، لكن كم يأخذ هذا وكم يأخذ ذاك؟ هذه القضية تبقى ترتبط بقابليات الإنسان، لكن التوجيه العام موجود، والقابليات إن ما تفاوتت عندئذ كل سيأخذ بحسب طبيعته وبحسب محتواه. وقد قلنا سابقا أن النهر بطبيعته يعطي ماء، ولكن قابلية الإنسان كم يستطيع أن يأخذ من هذا الماء تتحكم به هذه القابلية. بمعنى أنا أذهب إلى النهر وأخذ معي قنينة، لن أستطيع أن أخذ إلا بمقدار القنينة أو ما هو أقل. حينما أخذ معي وعاء كبيرا سوف أخذ بمقدار الوعاء أو ما هو أقل منه، لكن كلما كبرت الوعاء كأن أمد أنابيب أو آتي بصهاريج أو ما إلى ذلك، يكون حجم الذي أخذه هو أكبر من غيره. كذلك في قضية تعليمات وتعاليم المدرسة المباركة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الرحمة التي ألقوها إلى الناس يمكن للجميع أن ينتهل منها، لكن كل بحسبه أيضا. المرجع يأخذ منها كما الإنسان العامي الأمي الذي لا يفقه من أمور دنياه إلا ما يبيع ويشتري وليس له دخل كبير في عالم المعنى وبناء الذات، أيضا يأخذ بشكل طبيعي. حينما يكون الأمر بهذه الصورة لا شك أن الآليات التي تنثر هذه الرحمة سوف تتناسب مع الطبيعة العامة للمجتمع، بمعنى أنها ستكون بسيطة تلقائية، ويمكن أن يتصرف معها الإنسان بعفوية، لكن معانيها مع الأيام ستكون غائرة بشكل جاد في داخل أعماق هذا الإنسان، ومن ثم لتنتج ما تنتج من إفرازات المحتوى الداخلي الكبير أو من خلال النفس التي تم تزكيتها. بطبيعة الإنسان أخواني الأعزاء، الإنسان تشكيلته العامة تتكون من ثلاثة اتجاهات: هناك فكر الإنسان، هناك إرادة الإنسان، وهناك عواطف الإنسان وأحاسيسه ومشاعره. لو التفتنا إلى القرآن الكريم سنشير إلى أنه يشير إلى أن الانحراف الذي حصل في حركة الأنبياء إنما فتح بابه من الذين أوتوا العلم، لم يكن من الذين كانوا جهلة، وإنما من الذين أوتوا العلم أصبحوا علماء في بابهم، ولكنهم حينما ركنوا إلى أهوائهم النابعة من أن محتواهم الداخلي لم يكن مزكى، عند ذلك شرعوا بإيجاد ما من شأنه تحريف الدين وإيجاد الفتن
والإيغال بعوالم البعد عن الله سبحانه وتعالى، أو بتعبيره جل وعلا في أنهم يبتغونها عوجا، يبتغونها عوجا أي أنهم كانوا يعرفون أن الصراط المستقيم إلى الأمام، ولكن نفوسهم أبت إلا أن تعوج عن سلوك هذا السبيل وسلوك هذا الصراط. أيضا أشار إلى أن أعمال الإنسان، إرادة الإنسان، قد لا تعبر عن طبيعة أفكاره ومعتقداته، حينما يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، يشير إلى قول وإلى فعل متناقض معه. الفعل هو الذي يسمى بالإرادة، والقول هو الذي يسمى بالفكر، ولكن هنا أشار إلى وجود تناقض ما بين الفعل وما بين الفكر الذي يحمله هذا الإنسان. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الإشكالية كيف يمكن حلها؟ وهي إشكالية واجهت كل الأنبياء، ومعضلة مدرسة الإيمان كانت دوما تكمن في هذه المشكلة، أن الإنسان يعتقد بأفكار، يعتقد بقيم، ولكنه في حال الفعل لا يلتزم بها. كما أن هذه الأفكار يمكن أن تضلل، يمكن أن يعمى عليها، يمكن أن تغش، عند ذلك يمكن للشيطان الرجيم أن يعمل عمله، وبالنتيجة يتغلغل إلى إرادة الإنسان، فيتجه هذا الإنسان إلى عمل مضاد إلى أفكاره وإلى قيمه وإلى مثله التي يعتقد بها. إذن ما هو الحل؟ لدينا العنصر الثالث، هذا العنصر اللي هو العواطف والأحاسيس والمشاعر وما إلى ذلك، أشير في القرآن الكريم في الروايات، أشير إلى أن هذا العنصر يمكن أن يدفع بالإنسان إلى معاصي عظمى لله جل وعلا، حينما يغضب، حينما يعجب، حينما يغتر، حينما يفعل هذه الأفاعيل التي تعبر عن عواطفه وأحاسيسه تجاه نفسه. له نمط من أنماط عبادة الذات أو التقيد بما تتطلبه هذه الذات، فيخرج عن طوع إرادة الله. هذا الذي يغضب فيكون كافراً في غضبه، إنما تحركه عواطف وتحركه أحاسيس. وبنفس القضية، حينما نرى المرائي يعجب بذاته، وبالنتيجة من يأتي إلى المسجد يجد هذا الإنسان يقوم ويقعد من أجل ماذا؟ ليس من أجل الله سبحانه وتعالى، وإنما من أجل إرواء هذه العاطفة التي يكنها لذاته. هذا المغرور، هذا الذي تأخذه العزة بالإثم، هذا الذي يفعل الأفاعيل التي تعرب عن نمط من أنماط العواطف التي دفعته بعيدا عن الأفكار وجعلته يتجه بإرادته صوب ما قاله الله سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون. وفي نفس الوقت يمكن لهذه العواطف أن تكون سليمة، فتدفع الإنسان نتيجة حبه وشوقه إلى الآخر أن يكون مضحياً، أن يكون كريماً، أن يكون
شهماً، أن يكون ذا نخوة، أن يكون في مقام من يبرز في أعماله صفاتاً وخصالاً حسنة. كان المحور دوماً في الشخص الأول هو العواطف والأحاسيس، وفي الشخص الثاني كان أيضاً العواطف والأحاسيس التي أتاحت المجال لأفكار هذا الإنسان أن تطبق. يعني أنا حينما يعتلي في ذهني شأن الإمامة وأرتبط بالإمامة كمعتقد، وأجد أن واحدة من الأمور التي أثبت أني مهتم بهذه الإمامة اهتمام المنتمي واهتمام صاحب الهوية، هذه الأعمال حينما آتيها سوف تكون العاطفة محوراً أساسياً في تلوين هذا العمل. إما أن أنطلق لأقول لأصحاب المعتقد في عملي، في كلامي، في سلوكي، إني سلم لمن سالمكم، وبين أن لا أبالي، أعتقد بالإمامة، أعتقد بالولاية، ولكن حينما يأتي المقام، مقام إيجاد السلم لمن سالمني في معتقدي، لا أجد مجالاً في سلوكي إلا الغضب وإلا العصبية وإلا التنافس وإلا النفرة وإلا كل السلوكيات التي لا تنطبق على واقع المعنى الذي يفترض أن أوجده لكي يتناسب مع طبيعة الفكر الذي أوجده. إذا كان الأمر بهذا الوضوح، ودعوني أضرب لكم مثالاً، مثال نعرفه جميعاً، تحدثنا عنه كثيراً في هذه الأماكن، مثال بشر الحافي. ماذا فعل الإمام الصادق عليه الإمام الكاظم عليه السلام لكي ينبهه إلى طبيعة الغفلة التي هو فيها؟ حينما قال بأنه صدق لو كان عبداً لاستحى من مولاه، لم يقدم لبشر فكراً جديداً، ما قدم له فكر جديد، السيادة بقيت على وضعها والعبودية بقيت على وضعها، ولكن ماذا أضاف؟ أضاف الجانب الذي يهيج المشاعر، يجعله يشعر بالخجل، يجعله يشعر بالندم، يجعله يشعر بأنه بالفعل أفكاره لم تتناسب مع أفعاله. لذلك هذه الومضة السحرية العجيبة التي وقعت لبشر الحافي إنما وقعت من متى ما استثيرت هذه العواطف والأحاسيس، فتنبه إلى أهمية الالتزام بالأفكار، وإلا عليه العار والشنار والخزي، وإلا كيف يمكن لنا أن نجد عنده هذا الاندفاع الذي يغير سلوكه 180 درجة من كونه فاسقاً، فاجراً، شارباً للخمر، معلناً للفجور، إلى الرجل الذي يزهد في كل دنيا، يفارق كل العز الذي كان عليه من أجل أن يخرج من أزمة خجله وعاره الذي تلبس به نتيجة لهذه الأعمال. هذه الجولة في عالم النفس حينما نأتي بها ونطبقها على منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حينما أرادوا منا أن نتفاعل مع قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم وعموم مظلوميتهم، ومع إمامنا المنتظر صلوات الله وسلامه عليه،
ما هي الآليات التي سيستخدمونها لإثارة هذه العواطف تارة، لتشذيب هذه العواطف وتهذيبها وتربيتها؟ لأن العواطف لو بقيت على حالها لوصلنا إلى هذه النفس التي ألهمت بالفجور. عادة الإنسان يرتاح من يكون العمل سهل، والنفس هذه ألهمت بأن تحب العمل السهل، لا تحب العمل الصعب أو العمل المعقد أو ما إلى ذلك. فإذا كان الذي تحبه هو فجوراً، سوف تنساق هذه العاطفة باتجاه النفس الفاجرة. أما حينما تنبه هذه النفس ويعمل على تشذيبها من الداخل، لن تقبل بالأمر السهل، لن تقبل بالأمر الذليل، لن تقبل بالأمر الذي يهينها تجاه المعاني التي تتملكها. عندئذ سيقبل بالصعب، وسيقبل بالعسير، وسيقتحم دائرة المستحيلات، وسوف لن يقف أحدا أمامه لكي يقول له إن هذا غير ممكن. سيقتحم كل هذه الصعوبات حتى ولو أدت إلى أن يضحي بنفسه. عندئذ حينما يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، نقول بأن الإنسان قد بلغ في مدى تربيته بحيث أصبح مؤهلاً إلى أن يكون ناصراً لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. قبل ذلك الادعاء سهل، ولكن إثباته يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى تجارب. في هذه التجارب قد تجد الإنسان يخرج من الدائرة تماماً. هذا الذي أشير إليه في روايات الافتتان وفي روايات الامتحان، بأن الفتنة ستأخذ حتى ذاك الذي كان يشق الشعر بشعرتين. كيف يسقط هذا؟ فكره عظيم، وبصيرته كانت للوهلة الأولى كبيرة، بدليل أنه كان يشق الشعر بشعرتين، وتكامله على المستوى العقلائي أيضا متقدم، وإلا ما كان دقيقا بهذه الطريقة. ولكن ما بال الفتنة قد أسقطته. من أين أتي؟ أتي من العواطف التي فتحت المجال لأهواء نفسه في أن تتحكم بهذه القضية. ذاك الذي آتيناه من آياتنا، بلعم ابن باعوراء من علماء بني إسرائيل، آتاه الله من آياته بحيث أصبح يتصرف بالكثير من الآيات، أصبحت لديه أنماط من ولاية التكوين. ولكن حينما اتبع هواه ما الذي حصل؟ فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. عالم كبير وصل إلى منزلة لا يصلها الكثير من العلماء، ولكن في لحظة العمل بعواطفه الفاجرة سقط نتيجة لما خدع به في شأن أهواء نفسه. هنا نأتي إلى هذه القضية التي للأسف الشديد لا زالت عند الكثيرين معمات، لا زال يزهد فيها. حينما نقول أن قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه ترتهن إلى حد كبير بأفعال العاطفة وخزان العاطفة عند هذا الإنسان، انظر إلى المجلس الذي عقد في عشية ولادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يشار إلى أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي مصداق حملته كرها ووضعته كرها.
إشارة إلى أنها تعلم مع آلام الحبل ومع آلام المخاض وما إلى ذلك، ولكنها تعلم أن ابنها هذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. حينما قيل لهم ذلك عقدوا مجلسا للبكاء في عشية ولادته بأبي وأمه، بل قبل ذلك أيضا فعلوا، لكن الحديث حينما نراقبه في شأن هذا الذي سيولد ويذبح من الوريد إلى الوريد سنعلم أن غالبية الحديث يرتبط بالعواطف، يرتبط بالأحاسيس. هل كان الرسول جاهلا أم كان أئمة الهدى والحجة الكبرى عليهم الصديقة الطاهرة كانت غير ملتفتة إلى أن العاطفة لا أثر لها؟ هذا الكلام لا قيمة له، لأنهم يدركون في كل حرف ما قالوا. ودعونا نذهب إلى هذه الرواية العظيمة التي يرويها الشيخ الصدوق على الله مقامه في كتاب الأمالي، والتي يضع ميزان العاطفة، ميزان العاطفة يضعه كثلث في مقابل أثلاث ثمن قتل الحسين عليه السلام. تذكرون قصة أم سلمة، حكيناها أكثر من مرة، حينما أمرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أن لا تدخل عليه أحدا، ودخل عليه الحسين، ثم سمع أم سلمة قدس الله روحها الزكية سمعت الرسول يبكي بكاء وله نشيج، فدخلت مذهولة إلى أن قال لها سر هذا البكاء حينما رأته محتضنا للحسين بأبي وأمي. قال لها إن هذا جبرائيل يقول لي أن ولدي هذا يذبح من الوريد إلى الوريد. شنو كان جواب أم سلمة؟ يا رسول الله، أنت صاحب الدعوة، أنت المجاب في الدعاء، أو ما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير ذلك؟ قال لها أو تظنين أني لم أفعل؟ بلى، ولكن قيل لي إن للحسين درجة لا ينالها إلا بالشهادة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، شوف العاطفة هنا محلها وين، وإن له شيعة سيبكونه إلى يوم القيامة. استخدم كلمة البكاء، ولا شك ولا ريب أنه لا يقصد محدودية البكاء، وإنما يقصد مدرسة الحزن على الحسين صلوات الله وسلامه عليه بكل تفاعيلها وبكل ما ينجم منها. استخدم لكن القدر المتيقن أن وجود العاطفة في داخل الأمة تحولت إلى ثلث معادل إلى منزلة الحسين التي لا ينالها إلا بالشهادة، والثلث الآخر وإن من ولده المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الأمر في تخطيط رسول الله وفي تخطيط السماء أن العاطفة لها هذه المنزلة، وهو أمر ليس بغريب، من لديه آية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والمودة مفردة من مفردات هذه العواطف، نعلم بأنه سيعول على ذلك الشيء الكثير، طالما أن التجربة التاريخية أعطتنا أمثلة على أن إبليس عليه لعنة الله حينما كان عالما استكبر على الله سبحانه وتعالى، لم يكن جاهلا، لم يكن خليا من الفكر، لم يكن عديم البصيرة، كل هذه الأمور كانت لديه، لكنه نتيجة للخلل الموجود في ذاته سقط من علياء عبوديته
إلى أن يكون مطروداً ليعمل بخلاف العبودية لله جل وعلا. لأغوينهم، قسمه لله سبحانه وتعالى بإصرار عجيب على أن تأخذه العزة بالإذن، في أنه إذا هو غوى إذن سيغوي جميع من يستطيع أن يصل إليه. بهذه الطريقة إذا كانت العاطفة تحتل هذا المقام، بأي طريقة ستربى هذه العاطفة؟ وبأي شكل سوف تعمل هذه العاطفة عملها من أجل تكوين محتوانا الداخلي ومحتوانا الذاتي؟ طبعاً اللي يريد يتعامل من دون أن ينظر إلى النتائج الحاصلة قد يستغرب الشخص، دعوة العاطفة إلها هذه، شنو تقيمة أن أنا أبكي على الحسين أو أشترك في عزاء طواريج أو أن أروح أزور أو ما، شنو اللي راح يصير يعني؟ شنو اللي راح يتبدل؟ لا شك أن التبدل لن يحصل بين عشية وضحاها، ولن يحصل بالضرورة بشكل مفاجئ، ولكن طبيعة الذي تعمله هذه العاطفة على إنشاء أرض تتلقى الزرع ويمكن أن يزرع فيها، هذه الطبيعة يجب أن تلحظ بشكل جاد، لا سيما بالنسبة إلى الذين يراقبون أو يطالبون بمنهج تغيير لكل الأمة، يريدون أن يتعاملوا مع كل هذه الأمة. تعالوا لنشرح هذه الأمة، ماذا يوجد في هذه الأمة؟ الطبقة الغالبة هي الطبقة التي تنهمك بطلب الرزق دون أن تهتم بعوالم الأفكار وعوالم العقول وما إلى ذلك. إنسان يطلع من الصبح إلى الليل يجهد نفسه من أجل الحصول على ما يقيم أوده، ما يسد جوع. غالبية الناس هي من هذا النمط. كم في هذا في هؤلاء الناس من العلماء والنخبة التي ندعي أنهم لا يحتاجون إلى العواطف؟ هو العدد الأقل، بل أقل القليل من عموم هذه الأمة. إذن كيف يكون الخطاب إلى هؤلاء الذين لا يجدون مجالاً لكي يزكوا أنفسهم، لكي يربوا أنفسهم؟ لا يوجد عنده مثل ما عندك مجال أن تقرأ لك كتاب أبو 400 صفحة وتثني عليه بكتاب آخر أبو 500 وأبو 600 وأبو أقل وأكثر، وتسمع للمحاضرة الفلانية وتتابع الدرس الفلاني وتنصت إلى المشهد الفلاني وما إلى ذلك. غالبية الناس ما عندها هذه القدرة، بل الآن الرائج هسه في ثقافة عصرنا اللي قمنا نقول أنه هذا عصر السرعة، وأن الناس ما تتحمل محاضرات الساعة والأكثر والأقل. كثير ما يقال إلي شيخنا لا تطول هواية، قصرنا الحديث وما إلى ذلك. السبب لأنه الشباب ما مستعدة تسمع إلا شغلة سريعة جدا وما إلى ذلك. كثير من الناس بعد ما إلى خلق تسمع مثل ما كانت قبل، كأن الدنيا انقلبت. لكن كيف ما يكون هؤلاء الذين يريدون أن يتعاملوا مع الشأن العقلائي من خلال دقيقة أو دقيقتين، من خلال لمحة سريعة، ومضة سريعة تمر على عقولهم تكفيهم بهذا المقدار؟ أنا أعتقد أن من يربطهم بعالم الأفكار هو نفس هذه الممارسات البسيطة في نمطها لكنها العميقة في غورها في داخل الإنسان، لكي تهيئ الأرضية التي يبتنى عليها. أنا حاشيكم لعله قصة إمناتي. إمناتي هذا الرجل من مدينة الحرية، كان ويانا في السجن سنة 77، وبعد انتفاضة 40 كنا في سجن رقم 1. وإمناتي كان من الناس العاديين جدا في ملابسه، رجل حتى يمكن أن لا يقال عنه
من مرتادي الأسواق، رجل عادي جدا في ملبسه وفي طبيعته. تحدثنا مع أو أحد السجناء من النجف، كان من شدة الصداع يقول لا أريد أن يفرجوا عني، أريد شاي، كل اللي أتمنى أن أحصل على استكان شاي. تدرون ذول المدمنين على الشاي يصير عندهم هاي الحالات. خو أمناتي قال له إيش دعوة، كلها 5 دقائق ويجينا الشاي. وإذا بالفعل 5 دقائق إجا الشاي. الله يرحمه، أحد شباب العطيفية جواد ابن حجي عبد المنعم رؤوف رحمة الله عليه، جواد قال في وقتها هسه لو يدزون علينا حتى نعرف مصيرنا شنو كذا، بقينا بهالشكل اتفاقا يعني تقريبا قرابة الليلة الكاملة ما عدا وجودنا في الشعبة الخامسة، بعد ذلك ما حد سأل علينا، جابونا أو دعونا في سجن رقم 1 وما حد سأل. هذا رحمة الله عليه ذكر هذا المطلب، قال له قول الله هسه 2 3 دقائق راح يدزون علينا. بالفعل 2 3 دقائق دزوا علينا. احنا بهالاثناء كان عندي حديث ويا المرحوم الشهيد الكبير الشيخ عبد الجبار عقار البصري رحمة الله عليه، اللي كان في منطقة الطوفشي، والشهيد مفكر أيضا كان من أهل المدينة. كان يعني الحديث سألني شيخ عبد الجبار شنو رأيك شنو اللي راح يصير، قلت له أنا أعتقد أن هؤلاء البعثيين يحتاجون إلى أن يأدبون المناطق والمحافظات حتى لا أحد يتجرأ، وبالنتيجة راح يسوون لائحة إعدامات من كل محافظة مجموعة. وأعتقد أنه أنا وأنت والشهيد مفكر باعتبارنا مسجونين سابقا ومعروفين أيضا، ربما حصتنا تكون هي أن نستشهد في ذاك الوقت. بكى رحمة الله عليه يعني، وقال هل يعقل أنه أحظى بها مرة أخرى؟ السبب أنه رحمة الله عليه في إعدامات 74 هو نودي عليه بالإعدام، صعد على المنصة في محكمة الثورة، لكن يقول في تلك اللحظة تذكرت ولدي وبنتي وقلت ذولا منو إلهم؟ بمجرد ما تذكرت الدنيا قيل إلي لا أنت مو إعدام وإنما براءة، انتقل من هذا الجانب إلى ذاك الجانب. بكى رحمة الله عليه وقال وين معقولة الله يرجع لي إياها ويعطيني إياها؟ على أي حال ناتي يسمعنا صاحونا وبدأوا يشدون رحمة الله على سيد محمد حسين الحيدري، أحد سادتنا الحيدرية في الكاظمية من تجار سوق بغداد أيضا، أبو قاسم، سيد محمد حسين نزعه وعمامته، وبدأوا يشدونه كحلقة متصلة ببعض. إحنا ما ندري شكو بالساحة، ساحة السجن ما ندري بيها شنو اللي موجودة. هنا مناتي قال يا جماعة الخير اليوم بعون الله وبعون الحسين كلنا نبات عند أهالينا، لا حد يقول أنا أبقى. أنا بداخلي حقيقة ترددت عندي العبارة، هذا مسكين ما يدري دخول الحمام مو مثل خروجه. احنا كنا مسجونين سابقا، صار عندنا خبرة في انه اللي ينسجن مو بهالشكل يطلع بهالسهولة، خصوصا في أزمة كبيرة بهذا المستوى. الغرض وإذا صاحنا عفوا هم ربت على اكتافي من دون الكل، قال لي شيخنا تحمل اصبر شويه، احنا 17 واحد بينا كنا من بغداد همين،
الأول الثاني الثالث، الكل طلعوا ملابسهم نظيفة، كل شيء ما بيهم، ويابا ضربوكم عذبوكم أبدا، كل شيء ما سوانا بس سؤال وطلعنا. آخر واحد أنا، ما دخلت إلى غرفة التحقيق وإلا اشتغلت رحمة الله، من وين شلون ما أدري، لكن إلى أن وصلت إلى حد الإغماء نتيجة الضرب والتعذيب على ذاك الوقت طلعنا هناك. وإذا اجت السيارات البيك أب صعدوا، وين صعدوا؟ الباب الشرجي. قلت له مناتي، كان قاعد يمي، قلت له مناتي هاي من لك السوالف؟ اعتقد الاخرين ما التفتوا بس انا بقيت اراقب هذا المشهد. من لك؟ قال لي شيخنا انا خادم في موكب الحسين، وكل اللي عندي ترى من الحسين، كل اللي عندي من الحسين، رجل عامي لكن صار عنده محتوى في داخله. مين اجت من الافكار يعني؟ اجت اساسا من العواطف، ثم تحكمت الافكار بي بحيث اصبحت جذورها عميقة جدا. احنا واحدنا ايضا لا يستهين باي موكب، لا يستهين باي مجلس، لا يستهين باي شعيرة، والله ما بلغنا من علم مهما بلغنا الا وكنا بحاجة الى ان نسكب هذه الدمعة، والا الى ان نستشعر الحزن والجزع على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بغير ذلك لا يمكن لنا أن نطمئن من أن عالم الأفكار يمكن لوحده أن يحدث تغييراً. الآن عالم العامة اللي الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بمدارس لم تعتني بعواطفهم، بل بعض هذه المدارس عملت جاهدة من أجل إلغاء العاطفة، خاصة عند الوهابية وأمثالهم، هؤلاء اللي تشوفه ما عنده أي ذرة من العاطفة. إذا مات الميت قالوا له أن الميت يعذب بعذاب من يبكي عليه في حال الدنيا، المساكين سدوا دموعهم. إذا حزن ترى الميت يتعذب نتيجة لحزنك، هذا هم تبرعوا به. القبور ما بها أحد، لا تقولون أنه هذا صاحب القبر إلى الشأنية الفلانية والمقام الفلاني، ماكو أحد بالقبور، إلى أن بلغ الأمر ما بلغ بابن باز وابن تيمية وأمثالهم، يمثلون أن العصا أهم عندهم من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المدرسة التي عملت على تنشيف العاطفة، علينا أن نسأل من الذي دلهم على هذا الأسلوب، ولماذا هذا الأسلوب متناقض تماماً مع طبيعة أسلوب القرآن وأسلوب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نعلم تماماً أن الذي أراد تحريف الدين أراده مجرد عالم بالأفكار، واللي يريد يعيش في عالم الأفكار لن يصل إلى الأفعال النزيهة أبداً، بل لن يصل إلى أي مشروع من شأنه أن يحدث تغييراً في داخل الأمة. هذا الذي قال لرسول الله حسبنا كتاب الله، ولم يقبل من الرسول، مع أن عالم الأفكار يقول له بأن ما آتاكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولكنه حينما جرد نفسه من العاطفة لرسول الله صلى الله عليه وآله واتبع هواه، ما الذي أنتج؟ أنتج بأنه ذهب على عكس مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحكمت به أي عاطفة، أي نزوة، أي باعث، الله أعلم، لكن القدر المتيقن أن بواعثه لم تدله على الصراط المستقيم، ولو دله عقله لكان من الذين استيقنوها ولكن جحدوا بها. هذا الأمر يجعلني أشير إلى خلاصة المطلب
مشكلة المحتوى الذاتي متعلقة بنوايا الإنسان، ببواعثه، بنوازعه. هذا المحتوى يتشكل بداياته ونهاياته في محور النوايا. هذه النوايا اللي تعبير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، الأعمال قد يجي مرائي يقدم مئات الملايين من أجل أن يقال بأن هذا الرجل رجل خير ورجل كرام ورجل مهتم بالفقير وما إلى ذلك، لكن حينما تكون نيته خلاف ظاهر عمله ما الذي سيحظى به؟ سيحظى به بهذه النتيجة التي عبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما أراد المسلمون أن يدفنوا أحد قتلاهم وأن يعاملوه معاملة الشهداء، رفض الرسول صلى الله عليه وآله ذلك وقال بأن هذا شهيد القطيفة. شاف القطيفة على أحد أئمة المشركين، قطيفة يعني الجبة اللي يلبسها، استحلاها، أجل المعركة من أجل أن يسلب هذا كل همة وهمومة حصرها في هذا الجانب. أما هذه النوايا لو كانت مخلصة كيف عبر عنها؟ حتى لو نطق اللسان، حتى لو نطق اللسان بخلاف العقل وبخلاف المنطق، قيل له إلا من أكره وقلبه ماذا؟ شوف وين التصويب، قلبه المحتوى الداخلي وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذه الطمأنينة أو هذه النوايا حينما نراقبها سنجد اندكاكها بقضية العواطف والأحاسيس إلى حد كبير جدا، بل هذه النوايا لن تكون قوية إلا من خلال وجود عواطف قوية. هسه هذا اللي يغرم بامرأة، يغرم بامرأة، مستعد يوقف بالشارع، صيف، شتاء، برد، حار، الناس يهينوه، يعتدون عليه، ينتقدوا ما إلى ذلك، ما يهتم، عنده في داخله عاطفة مشبوبة متوقدة بحيث يجعل كل نوايا وكل بواعث لهذه الوقفة ولهذا الجهد ولهذا التعب يجعله يعني متحمل، صبره كبير ومستعد أن يتحمل كل المعاناة من أجل هذه القضية. ما تفعله بنا مواكب الحسين، ما يفعله بنا عزاء طويريج، ما تفعله بنا الزيارة الأربعينية، تارة نأخذه بالمظهر البسيط وأخرى نأخذه بما يترتب على هذا الهياج العظيم وعلى هذه الصرخة المعظمة من أثر في دواخل قلوب الآخرين، في قلوب الناس. هنا عقل جمعي، العقل الجمعي الذي يسيطر على عزاء طوريج هو الأنبل من نوعه، الجميع يهتف بكل هذه الإتافات، وقد لا يلتفت العديد من هؤلاء إلى طبيعة الذي ينشأ في داخل قلبه أو الذي ينشأ في قلوب الآخرين، لأنهم ينظرون إلى السطح. القصة مو قصة أنه يا عباس جيب المال لسكينة، قصة ما يترتب على أن تعرف بأن بنت الحسين بأبي وأمي كانت عطشة والحسين هو الساقي يوم الكوثر. القصة هنا في طبيعة آلام سدرت على أهل بيت عظموا من قبل الله جل وعلا، وأصر الظلم والجور على أن يمنعهم من هذه القضية، فمر بهم في هذه المظالم. هذه المظالم كيف ستشعرك؟
كلمة يا عباس جيب المال لسكينة بسيطة، لكن معانيها وتداعياتها في النفوس من شأنها أن تغرس في داخل الإنسان بغضاً شديداً لعالم الظلم، وإلا بأي ذنب تحرم مثل سكينة بنت الحسين عليه السلام أن تشرب الماء، وقد أبيح هذا الماء إلى كل من هب ودب. ما هو ذنب حرائر الرسالة بحيث يعانينا من هذه المعاناة؟ لماذا العباس لم يستطع أن يوصل الماء؟ ما الذي جرى على العباس؟ أي ظلامة جرت على العباس عليه السلام؟ والعباس لم يذهب مقاتلا، ذهب من أجل أن يأتي بالماء، هذا الماء الذي أتيح لحياة الأرض وحياة الماء في أن تشرب منه وتلغ فيه، لكن منع الحسين. عند ذلك الألم، الحزن الذي يتوقد في داخل الإنسان سيكون له أثره الكبير في تربية هذا المعنى في داخل هذا الإنسان. حينما نقول أن الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، يريد من الإنسان أن يستشعر بالمسؤولية من دون أن يشعره بها الآخر، هو بنفسه يتحمل هذه المسؤولية. علينا أن نتساءل، ومن أين له هذا الشعور بالمسؤولية، وكيف ينشأ عنده هذا الشعور؟ حينما تلتفت إلى عملية التربية على هذه الأحزان وعلى هذا الأمر، ستجد أنه يوجد في البداية حبا، يوجد مودة، بعد أن يوجد تعاطفا، ثم هذا الحب يكبر ثم يكبر ثم يكبر حتى يستولي على كيان الإنسان كله. أكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية وتتم إن شاء الله إن قيض الله لنا توفيقا وعمرا لذلك. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.